اكيد في طريقه. الواحد يقول لك انا باخدها علشان القلق اللي انا فيه، لازم في طريقه، لازم في طريقه اللي اعالج بيها المشاعر السلبيه اللي انا حاسس بيها، لازم في طريقه عشان اعالج التوتر والاجهاد والكلام ده، طرق المناسبه ازاي اخلص من المشاعر. روح اسبح، من اكتر الوسائل اسبح، روح اصطاد. اقول لك قاعد كده، طب ناس بتحب الحركه، روح اجري، روح ناس ايجابيه، ناس ضحوكه بشوشه، مش ناس مغممه كل ما تشوفك تقعد تجيب لك هموم الدنيا. المخدرات وسيله للهروب من مؤقت من المشاكل او ضغوط الحياه، لا هي مش حل. طب اما تفوق هتعمل ايه؟ ما هتلاقي المشاكل هي بل تفاقمت بقى، انت هتصحى وتفوق هتلاقي نفسك منال الدنيا في حاجه. اشغل نفسك بالانشطه دايما، ممارسات، روح شوف مكان ولا جيم ولا رياضه ولا بلديه تروح فيها ولا بتاع مش عارف مراكز الشباب، روح شوف، شوف الحاجات اللي ممكن تسعدك ايه خلاف الامر ده. تمارين الاسترخاء والتأمل حلو برضو، بتعمل نوع من أنواع الراحة. تاني حاجة يا جماعة، لازم نحصل على دعم طبي، لازم تكشف عن طبيب وتشوف، ولو في مصحة ولو في مكان روح اكشف عن الأمراض النفسية العقلية العصب، أمراض العصبية بدل رعشة الإيد والحاجات اللي بنشوفها دي. شوف احصل على دعم طبي علشان خاطر يعني نخلص من القصة دي وتتجنب تماما الأمر المخدرات ده. هو ينفع يتعالج الإدمان من المخدرات؟ وده سؤال. ينفع، ينفع، لكن للأسف مش بالطرق السهلة أو الطرق اللي عملها لنا الإعلام، ومش عارفة إيه وبيعبوا يلا مسكوه بقى ولا جات له الحالة، مش كده خالص. هما يعني الإعلام بيسلط على المرحلة الأولانية، مرحلة الانسحاب، انسحاب المخدر من الجسم ذات نفسه، وبعدين هو ما بيبطلوش مرة واحدة، ده بيقلل كمية وما بتشوف الأعراض الانسحابية على الأمر. لا، الإدمان مرض نفسي وسلوكي، والمدمن ذات نفسه بيبقى محتاج إن هو يستخدم فترة قصيرة، بس أهم حاجة ما ترجعش ولا تنتكس، لأن في ناس بتتعالج وبترجع تاني إعادة تأهيل تاني وبعد كده بيرجع تاني. لا، أنت محتاج إعادة تأهيل مستمرة مش على فترة زمنية، برامج متخصصة أصلاً كاملة، أو برامج إقامة، يا إقامة كاملة يا نص إقامة زي ما أنت موجود. الحاجات كمان اللي بتساعد على أنك أنت تتخلص من الإدمان، أنك توقف وتاخد قرار التوقيف وتبقى في مصحة وطبيب يتابع معاك الكلام ده. وبعدين عندك كمان بعد ما تخلص وربنا يعافيك، هتبقى في عندك مشكلة إعادة العلاقة تاني بينك وبين أسرتك وبينك وبين المجتمع. ازاي انك تبقى فرد منتج وتبقى في الاسره وفي المجتمع وفي المكان اللي انت فيه، ما تبقاش مستهلك وتبقى عالة على اللي حواليك. عايز اقول كلمه للاباء، انا سالتك سؤال في اول الحلقه، انت عارف ابنك امتى تعاطى؟ ارجو بعد انتهاء الحلقه وسمعت الكلام ده تبقى فاهم ايه الخطوات. راعوا عيالكم، لا الشغل ولا مش ده اللي باقي، العيال مش هيفتكروا الكلام ده. وفين ابونا؟ فين احنا مش عارفين فين ابونا؟ ابونا مشغول عنا، مفيش لا بصمه ولا لعبه ولا سلوك ولا كلمه الاولاد فاكرينها. انصح وقول، مش مهم، انت عليك القول بس. يا جماعه كلمه للحكومات من فضلكم، يعني لازم يبقى فيه مشروع قانون، مش عايزين مشروع قانون بقى، احنا عايزين قانون بالفعل يبقى فيه ردع للكلام ده. الناس اللي بتجيب دخل الحاجات دي يا بتتصنع يا بتستورد، في الناس اللي جايه من على الحدود دول دخلوا الحدود ازاي؟ المصانع او المعامل اللي هنا بيصنع الحاجات الكيماويه دي بيصنعوها فين؟ فين الرقابه؟ فين القانون الرادع للكلام ده؟ يعني في النهايه انا بدعو لكل شاب، يا رب يعني ان ربنا يا رب يكرمه ويتوب عليه ويبدله يا رب خير من الصحبه اللي معاه، وانك تفوق وتبقى الحلقه دي يا رب سبب بجد ان كل واحد يفوق. حاجه اخيره برضو انصحكم بيها، في تطبيق اسمه تطبيق واعي، جميل جدا جدا، بتاع الادمان، حلو جدا، موجود على الفيس، موجود على التليجرام، وبيمشوا خطوات مع الشباب، وامشي معاها وجرب وادعي ربنا في الاول وفي الاخر رب الاسباب. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالعافيه، دمتم فعلا بعافيه فكرا وقلبا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.